أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج والتي نخصصها للحديث عن واقع الزراعة في موريتانيا في ظل ترقب الاستراتيجية الحكومية التي من المنتظر أن تعلن في ظل هذا التحول، وما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع، وأي دور للمزارع في تطوير الزراعة في موريتانيا، وما هي العقبات التي تقف في وجهه، وكيف يمكن أن يكون دوره تكاملي، وما هي الآفاق المستقبلية أمام الزراعة خصوصا زراعة الأرز كرافد اقتصادي ضمن الاقتصادات المحلية في البلاد. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة كل من أكتوشني ولا الحماد، وهو رئيس المكتب التنفيذي لمزارعي الضفة بولاية طرارز. أهلا بكم. معي أيضا الأستاذ بلعمش والمعلوم، وهو نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة بولاية طرارز. أهلا بكم أستاذ بلعمش. معي أيضا الأستاذ الحسن والطالب، وهو الناطق الرسمي باسم اتحادية المزارعين على مستوى ولاية طرارز. أهلا بكم. أهلا بكم جميعا. لكن قبل النقاش مشاهدين الكرام أنتقل إلى هذا العنصر التمهيدي ضمن هذه الحلقة الحوارية. هذه مزارع الشمامة بولاية طرارز نموذج حي لواقع الزراعة في موريتانيا، وهي ترسم للزائر لها جزءا كبيرا من واقع معاناة هذا الصنف الاقتصادي المرتبط ليس فقط بالإنسان وإنما بالمواشي والاقتصاد الوطني. تعاني الزراعة في موريتانيا خصوصا زراعة الأرز من انعدام البنية التحتية كشق الروافد والطرق وتوصيل الكهرباء للمزارع ومكافحة الآفات الزراعية أو الحماية. كما ينعدم التمويل الزراعي في الغالب لا عام كما يقول المزارعون، ما قد يعرض المزارع الخصوصي إلى مغادرة القطاع وإعلان إفلاسه بشكل مبكر نظرا لارتفاع تكلفة المزرعة الواحدة. والدليل أن المزارع التي تمولها الدولة في إطار الاستصلاح الزراعي للتجمعات والقرى يتم إنفاق عليها ما بين 170 ألف أوقية جديدة إلى غاية 300 ألف أوقية جديدة في المزرعة الواحدة حسب بعض المناطق، وعادة لا تعطي النتائج المتوقعة كمزارع بوغمون والدخلة وانكج وانتنيدر بولاية طرارز التي تعتبر القلب النابض للزراعة في البلاد كما يقول البعض. في الوقت الذي يعتمد المزارع الخصوصي على موارده الذاتية والمحدودة أصلا في الاستصلاح والتمويل واقتناء الآليات، الأمر الذي يقوده إلى الخسارة بشكل دائم. غياب التنظيم الإداري وانعدام التعامل مع الإطار القانوني لقطاع المزارعين والدولة شكل هو الآخر معضلة كبيرة في إسماع صوت المزارع، ما أدى إلى تغييبه باعتماد سياسة تمييع أثرت بشكل لافت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التي قد ترفع من مستوى الإنتاج والحق الزراعي عموما، وهي الوضعية التي يرى المزارعون بأنها ضيبت الميدانيين والخبراء والمتخصصين وتركت الحبل على الغارب للدخلاء في القطاع، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الإصلاح وتكاتف الجهود. إشكال آخر لا ينعدم أهمية في قطاع الزراعة، وهو التأمين الزراعي الذي بات وجوده ضرورة تفرض نفسها ويجبرها الواقع لما سيشكله من إضافات على هذا القطاع الحيوي بصفته دعامة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني، ويمكن الاستئناس في مجال التأمين بالتجارب العالمية الناجحة. وبينما تعانيه الزراعة في موريتانيا من مشاكل وتحديات، يطالب المزارعون في موريتانيا بوضع استراتيجيات تشخص الواقع بمهنية وتقود إلى الرفع من مستوى الإنتاج. كان ذلك مشاهدينا الكرام العنصر التمهيدي لهذه الحلقة الحوارية. أبدأ طبعا بماذا عن تاريخ نشأة الزراعة في موريتانيا، أو على الأقل في ظل الدولة الحديثة، مع الأستاذ أكتوشني وللحماد، وهو رئيس المكتب التنفيذي لمزارعي الضفة على مستوى طرارز. ماذا عن ولو لمحة تاريخية عن سياق الزماني وحيث النشأة للزراعة في موريتانيا خصوصا زراعة الأرز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بعدين بدء نهنى ينقال قناة الساحل على الإجراء اللي اتاحت لنا للمرة الثانية لنعدل المقابلة ونعرفه من خلاله باللي ينقالوا الزراعة، وخاصة زراعة الأرز والخضروات اللي ينبغي كان على جميع الفضائيات يعود خصوصهم قدر من وقتهم، وهي بعد جزاء الله خيرا هاي المرة الثالثة هذه الحلقة. ما يتعلق بالزراعة، الزراعة حكم بدأت في موريتانيا من سنة 85 ومرت بعدة مراحل مد وجزر، وحسب الناس اللي قائمين عليه بصفة عامة المزارعين بصفة عامة عن الزراعة تتأرجح بين الأمل واليأس، غالبها تصلح ونظرا لانعدام الخطط الناجحة اللي قادة تقود القطاع إلى بر الأمان.
وإذا لابد عود مشاركين فيه المزارعين بصفة عام. المزارعين مغيبين كيف قال التقرير عن اللي ينقال له الحقل ومميع، وهذا ما نعرف هل هو عن قصد أو عن تجاهل، ولا يقدر يقول عن تجاهل به اللي إحنا الناكهات من 36 سنة الحمد لله ناس واحدة في قطاع الزراعة. ومنين يخرص حد المشاكل كانت مطروحة له في 85 هي مشاكل ما زالت نفس المشاكل المطروحة اليوم، بالرغم من الأموال انقال عنه دار فيه. هو فعلا يوخذ باسمه يا غير ما يتجاهل، يتجاهل مجالات أخرى، والحديث طويل طويل كثير في المجال. لا مش إذا كانت هناك لمحة تاريخية عن قطاع الزراعة في موريتانيا. السلام عليكم، أنا مولي بدور الشاكر قناة الساحل على هذه الفرصة اللي أتاحت لنا المرة الثانية اللي نتكلم عن واقع الزراعة موريتانيا. كيف قال الرئيس كتوشني إن الزراعة بدت من 85 من وفسد منانتالي والجامعة الزراعة المروية، وقطعا أنها الزات ياسر وطورت طورت الزراعة على أساسها، والزات ياسر للضفة، لأن في ذاك الزمن كانت تشهد الضفة مشاعة، والمشاعة تلاشت الحمد لله، والكوليرا ما لا تسجل ولاية الترارزة بسبب، والقرى طوروا والبنية التحتية طورت في الولاية على مستوى وطورت موريتانيا بفضل الزراعة المروية. غير ما اللي ما معناها أنه وصلنا لكل شيء، معناها أن الزراعة إحنا ندور منها الاكتفاء ذاتي، والاكتفاء ذاتي بسيط من ينظم، وينظم الاستراتيجية اللي موجهة للقطاع الزراعي، تنظم تنظيم محكم وتوجه الموارد شور الزراعة وتقنن، نحصل الاكتفاء ذاتي ونحصل التصدير، لأن احنا أعطانا الله عز وجل موقع استراتيجي، أعطانا الله قرأتنا من الشمس، وأعطانا الله قرأتنا من الأرض الصالحة للزراعة، وأعطانا الله الماء، من فضل الله الماء البارد اللي نعمة من الله عز وجل، وارد خصبة، معناها اللي خصنا لا الاستراتيجيات والتمويل والزراعة قطع عنها اتطورت، وقطع عنها عاد خالقة، وقطع عنها الزات ياسر يقارف ياسر من النواقص، وهو سبب نقاشنا، هو سبب كيف قلت اللي نجابره ونزيده، يكان نقدو نبهو على الاختلالات اللي موجودة في الزراعة اللي نقدو ننهضو بها النهضة اللي المرجية واللي في صالحنا كاملين وفي صالح الوطن. طبعا الحسن للطالب الناطق الرسمي باسم اتحادية المزارعين على مستوى الترازة، هل من لمحة تاريخية عن سياق الزراعة، زراعة الأرز في موريتانيا والزراعة بصفة عامة، ودورها أيضا كإحدى الدعامات الاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر قناة الساحل على هذه الاستضافة للمرة الثانية. كيف قالوا الأخوة، الزراعة بدأت تقريبا من 85، وبدأت خاصة في هاي الولاية اللي قالها ولاية الترازبي اللي هي العاصمة الزراعية في موريتان، وقطعا عنها شهدت تطور كبير، لكن التطور يرجع لسواعد أبناء موريتانيين أؤمنوا بهذا، أؤمنوا بهذه الزراعة وعطاوها روسهم، وضحوا بياسر من أموالهم ومن جهودهم، وعنها قطعا عنها هي الرواية الوحيدة اللي يالتها تعود تفخر الدولة به، اللي هي الرواية اللي ماشي على طريق اكتفاء ذاتي، ومدى عندها اكتفاء ذاتي من الزراعة في الحقيقة هي اللي تقدر تتكلم. إلا عن هذا القطاع اللي هو القطاع الزراعي اللي رقم أهميته ورقمنا كامل اللي يالتها تعود معطيله من قيمة، عنه يعاني من ياسر من التراكمات المشاكل، وكل مشاكل دور نجوع عليهم بالتفاصيل، وأنا نشخصهم عن المشكلة الأولى اللي يعاني منها القطاع الزراعي، عدم التشاور مع هذا اللي قالوا المزارع، وعدم طريح له مكانته اللائقة به كشريك. المزارع ما يقدر يخلق شيء معدلته الدولة للمزارع، ما عاد لا بد من المزارع والشريك، والمزارع ما يقدر يعدل شيء دون الدولة. معناته شنو معناته عن اللي قالوا المزارع هو والدولة، عن ما يجد حد يفصل بينهم، وأي مشروع مزقول فيه لما الأموال الطائلة اللي نزقلوا شفنا في عدة مشاريع ونموذج جاسر كيف بقمون وكيف المصيد والكك وتنيدر، وهذا الوداهم اليوم يعودوا يعيشوا ذا الواقع اللي يعيشوا اليوم فيه به، اللي ما هو شارك اللي قالوا المزارع في خطة واضحة يعطي رأيه فيه، رجاج مجرب ورجاج واقف يوميا، ما هو كيف رواية قط في الحقيقة
قراها رقاج وهذا مهم وتخصص، وهذا رواية عايشة رقاج. تترى لابد من إشراك المزارع الميداني، بدون إشراك مزارع في جميع قرارات تتعلق بالقطاع الزراعي ما قالوا الفشل. إذن طبعا أنتقل لي على الأقل نناقش بعض القضايا المطروحة اليوم في قطاع الزراعة في موريتانيا، وهي أولا محور الزراعة كواقع اليوم. تقييمكم ثم الزراعة كواقع اليوم، شن هو هذا التقييم ثم كمزارعين ميدانيين وكروابط واتحادات تعمل في مجال الزراعة في موريتانيا، هذا التقييم شن هو في ظل طبعا هذا التحول وترقب لإعلان استراتيجية الحكومة الجديدة تجاه القطاعات، خصوصا قطاعكم ثم قطاع الزراعة؟ الزراعة من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الكل، الزراعة عامل أساسي اقتصادي مهم ولا غنى عنه، وقطعنا كيف قالوا الأخوة موريتانيا شهدت إقبال في السنوات الماضية من 85 إلى يومنا هذا اليوم، عدة مراحل كلها مرت به وكلها خلق فيه قدر. وهذا فعلا لا نظرا للموريتانيين أنفسهم اللي مقيمين في الضفة واحلين في الزراعة، أنا مهتم بها وشافوا عنهم وقدوا يعيشوا فيها، وعنها وسيلة حياة كريمة وحدت فيها الناس، يقدر تعاني من كثير من المشاكل، تعاني من كثير من المشاكل طالما ما الشخص يعطيك المشاكل ما هي اللي يتقدم. كيف قلنا مشاكل؟ أولا نقص المياه، بهل المياه الماء هو العنصر الأول الأساسي، وهون هو موريتان الروافد 70% من المزارع يشرب من الروافد، وكلما قال منسوب الماء في البحر كلما قال منسوب الماء في الروافد، وذلك ينعكس سلبا على المزارع ومسارهم كل عام يخسروا. وكثيرا ما انطالبوا بنياء الله وتعودهم سياسة محكمة، يعود كل عام ينحاس على الروافد والله هنين وينقفلوا هما هذو وينصقلوا، اللي يحتاج التعميق ينشهر ويعمق، واللي ما يحتاجه يحتاج إلا التسريك وبلي عنه الأعشاب تنقل عنه. هذا إياك تتوفر المياه، به اللي بدون توفر المياه المزارع عرضة للخسارة ولا قد تخليك شيء وشنو. المياه كيف النقطة أولى لابد منها، الروافد والطرق، الطرق الجسور اللي يا الله يشعل ملي على بعض الروافد، بكل تشوف مزارع مزرعة تبعد عنه 10 كيلوات وهو يضطر لأنه يجولي 80 كيل، وخاصة هذا مكلف، وخاصة في حالة إلى عاد فترة الخريف نظرا وهي جسر 6 متر عرضه 6 متر في 3 مسوي المشكلة. هذا كيف قالوا الأخوة لابد من مشاركة المزارعين فيه والنقاش معاهم وبيض بعين الاعتبار، يعتبروا أصدقاء ما يعتبروا عداء. احنا نعانوا منه وهذا هم ما قدروا حملوا مسؤوليته لأي وزير، به للوزراء يتعاقبوا على الوزارة ويجي وزير يمشي وزير غير خارج الطواقم اللي الحمد لله ثابتة منها ما مات تم لافهم، ويجي شو خارج لا يكرر نفس المسار، مصرين على عن المزارع عنه عدو، وأي وزير شيء يصنفوا له عن المزارع هو عدوه الوحيد، وعنه عسم منه، وعنه مشاغب، وعنه جميع النعوت التي لا تليق يوصوه بها، يعني يصبح قاعد الوزير ويلو خايف منه. وهذه في الحق ما ينبغي، ينبغي أن نعود شركاء ونعرفوا عن وطننا وعنه ما يقدر ينهضوننا كاملين، وعنه من فعلنا قراءوا وحلوا في عادة تخصصهم، يعني نحن عندنا مهنيين وحنا بحكم العمل وبحكم المعاش، وعنا بعضنا يكمل بعضنا وننطلق من الرؤية وفي التوجه الجديد. عنا أول شيء نبدو مطالب بالوزير معني بالوزارة بالقضية، عن أول شيء يخلق يعودها من انفتاح على المزارعين وشد الأخبار معهم، وخاصة بمصيفة عامة إن أمكن، وإلا يعود مع التنظيمات المهنية اللي تمثل المزارعين، ولكن ما زلنا نشوف في إطار النقاش. طبعا بالعمش تقييم واقع الزراعة اليوم، التحديات تواجهكم أنتم كمزارعين، اكتوشني تحدث عن شق الطرق والروافد مشكل المياه، وشن إذا كانت هناك إضافات في إطار هذه المشاكل اللي تواجهكم أنتم في مجال الزراعة؟ نقول واقع الزراعة يتأرجح ما يخص أن الزراعة تواقع، وخاصة الزراعة المروية واللي تشغل ياسر من الناس، وفيها ياسر من المصانع، وفيها ياسر من يد العاملة، والذات ياسر الموريتاني يقال ما معطيها لها قيمتها. وقطعا مار موريتاني ضرب أصبح تخطى التحدي، الموريتانيين كاملين يأكلوه وماره جيد وعدل تعدال جيد، وهذا كان يا الله يذكر فيشكر يذكر فيشكر، وهذا لا من فضل الله ومن فضل هذه السياسات اللي تعاقبت للزراعة. يقال الكمال لا الملانة، نحن ورق قطعنا بذي الحملة معدلين حدود 35 ألف هكتار، وقطعنا الاكتفاء ذاتي احنا نراعوا فيه يخصوا لا نوع من الحماية تعدل له،
ويخصوا نوع من التثمين ذو اللي معدلين الاكتفاء ذاتي. نحن اللي جايبينهم يهم ذو اللي معدلين الاكتفاء ذاتي من هم. هذا قالهم الجندي المجهول ذو اللي معدلين الاكتفاء ذاتي. هذا المزارعين اللي مزارعين شو بلا بذور، معدومين البذور. وين الزرعة قد صح من البذور الموجود من البذور؟ بذور كلها اللي طرطق كامل يزرقوه، والله بذور قابضينهم من إشارة السنغال، والله بذور معدل الوزارة، ما في موسات البذور. وإعدام التمويل، ما في آلية للتمويل. من 2008 سدد اللي هو محل القرض الزراعي الملك للمزارعين، من 2008 ما قط مول، يمشي له 2% 3% ويمول، لا تكاليف برسل، ما قط مول استصلاح زراعي، ولا قط مول مضخة مائية، ولا قط مول شيء يسوى شنو مهلنا تمويلات طويلة المدى. ولذا تم دائما الا 2% ما نظل الا صاحبه نوع من الكراه البدني لرقايش وسال له الدين، يسوى عندك تيتر فونسي، يسوى ما هو عندك تنحبس لين تخلص ويسيسر ممتلكاتك بدون زراعة بلا 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 لان ما لهم تمويل، ما في تمويل، ما في تامين زراعي، ما في تامين زراعي ولا في تمويل. وثانيا انعدام مكافحة، المكافحة لكن يخلق منها يخلق ظرفي ولا يخلق مدة شهر ولا مدة شيء ويمشوا عن عقاب الحريث ما تنقطوا ويشوف ظرفية معينة مكافحة يلا تعود منهجة ويلا تعود تكافح مزال العشوشة الطيور في العشوشة يكافحوا عندهم مكافحة وتعود مكافحة على طويلة المدى، مكافحة على الطيور لأنهم يأكلوا على مستوى موريتاني كامل، ما ولا ما ولا الأرز يأكلوا تقليد وبشنة ويلا يكافحوا مكافحة حقيقية، برامج مكافحة مكافحة حقيقية لا تنقطع. ثانيا فهم كهرباء، الكهرباء الكهرباء احنا كم من قالنا الكهرباء ضرك الكهرباء ما قد يدخلها ما وحد 20 مليون 30 مليون رقاش قد يدخل الكهرباء وقد يوصل له ما يخالقه. بدون الكهرباء يعودوا تكاليف الكتار، تكاليف الكتار تطيح واعر على المزارع، واللي يصبح المزارع فرض عليه يبيع واعر وحنا يلا نبيعه يعود يعود انتاج يعود منافس، يلا الارز يعود منافس، يعود منافس قد ينباع 100 قد ينباع 150 انتاج وطني يقير منافس، لان احنا الجاره اللي حلانا كل شيء فيه كل شيء اوعد اوعد شورهم يكون الارز وحده بكثره الدعم اللي معدل الارز المزارعين واللي اصبح منافسنا انتاجهم. هذه مساله اخرى. ثانيا الروافد كي قال لك الاخ الرئيس اكتوشني الروافد هم اللي ما هم ما خالق كراش كل زمن المقهول اللي ما هو خالق وانتم انتقلتوا شفتوا بدون زرع ما هم روافد، لا تعادل سياسة لتنظيف الروافد تعود سياسة محكمة. التأمين الزراعي ما هو خالق الأسمدة، لا نطول عليك شوي، الأسمدة الزراعية كيف الأسمدة الزراعية تنباع عنا بالسعر اللي موجود فيه بعض المزارعين تم قال لهم انتم ما يسالكم الدين، الأسمدة لا هي تشتروها 200 وشيو هلاهين لا يتشروها بدين يسالكم الدين، ومين تعود ما يسال لك الدين لا يتشريها 110، ومين تعود تعاونية يلا تشريها 90. يلا المزارع يحرث ويخضر برسل ويخضر حريها، يلا يعود متقاد مواطن ويلا يعود مقاد وحد يسال له الدين، هو اللي أولى بأنه يلا يندعم كانوا خلص دينه، ما يلا تعدل له سانكسيون انه يسال له الدين. هاي الأسمدة ثانية ثمنها قالي، مثلا مطالبين بتوحيد الأسمدة السعر الأسود توحيده من غير الدولة من تقدر يتعدل شيء التعاونيات والضعاف، أولا بعد قاعد تشخص الضعف تشخص الضعفاء والضعيف منهم وتدعم دعم خاص غير القايس الزراعة، هذا ما هو معدل ما هو موريتاني القايس الزراعة وقايس مزارع لا يخضر التراب ولا يزرقها، يلا عود متقادين فيه، يلا عود متقادين فيه المواطنين متقادين فيه المزارعين، هم خصوصية، هم خصوصية واضحة في سيركلير اللي منظم وفهم اللي حد يسأل له الدين قاع ما لا يمتنع من حقوقه المدنية، يمتنع قد يمتنع من حقوقه المدنية يا إلين ويسأل له الدين إلين دين سددي ودين برسل ودين سددي دين 3% ودين سددي ياك تجبرانقر تقضب شو المراحل حد ولا حرج إلين عاد مشغولة فيهم الإدارة ولا تقد تعدل عملهم على هني الله طالبين في شانقرة يا الله يبسط إلى نعود المزارع. هاي الجارة اللي حلانا كل ولاية ما تروح فيها انقرتها وكيشي حد ويشتري والسعر موحد ما يقدر ينزاد السعر موحد واضح. وقليل حتى مقارنة معنا احنا وهذا ما يقدر الصح وفهم ياسر المسائل. إذن الحسن واقع الزراعة اليوم ثم في مجال زراعة الأرز شنو المشاكل اللي تواجهكم كمزارعين والتحديات؟ شكرا. شوف لهنا قبل لك الفات وخاضوا عليه القطة لا نحاول ما نعلو واقع تحديات القطاع الزراعي ما يقدر يوفى ولا كافيتهم حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة والوداه المشاكل تتراكم سنة بعد سنة كيف قلت لك حالة تقييم المزارع
والود المزارع عود مقيد به اللي مختطف، كلمة مزارع مختطفة من مادة لا علاقة لها بالإنقال القطاع الزراعي. لولا عن كان كنا مادة تتكلم باسمنا مادة منتخبينها نحن، مادة تولي المزارعينها وتشد معاهم الأخبار من وراء كل حملة، وتشخص كل حملة شخلق فيها المزارع أنا مناش، نعودوا في الحقيقة نعالج أمورنا ونعودوا ما نحتاج والشيء أسوه وشم. ومع الأسف اللي قالوا القطاع الزراعي منين هو عاد حد لا يتعدى الوقاية، يلودوا المنصب وهمي وينقالوا هاي شور اتحادية الزراعة أنت لا يتندار عليها. على سبيل المثال نكون واضح معك ندير لك نقاط على الحروف، رئيس الاتحادية الوطنية ما نذكر اسمه ورقا حد اطراح مارتو كافي، راجل متقاعد من الجيش الوطني ما عنده خلفية في القطاع الزراعي، والله اللي مولي عنه لا عاد يحرث لا جديد على الحريث ولا عاد يعرف معرفته فيها محدودة. هذا باسم حاله له يقدم مشروع كبر مولانا مرجي منه عنه يعود محقق اكتفاء ذاتي لدولة ذو الحياطين به اليوم، أشخاص لهم كله 10 سنوات هكذا اللي عادوا بالحريث قريب له 10 سنوات عن يحرث، خارج مجلس أخر وهمي قالوا المجلس الأعلى للقطاع الزراعي يدخل على الرئيس من كل سنة حامل ذا الاسم وما فيه واحد يقدر يدخل بارسول يمضي فيه دقيقتين. معناته شنو معناها عن القطاع الزراعي المادة اللي الدولة مصنفة عن في المادة تتكلم به، هذا الشيء من الأسامي والشيء من العناوين وما يمثل القطاع الزراعي، والمزارع لين ملي يقضوا شوره دور يضاح لهم عنهم ما يمثل القطاع الزراعي ولا عندهم نبذة عن القطاع الزراعي وعندهم مصالح شخصية وواحلين في المجاملات والمباهات مع هذا اللي قالوا الأنظمة ومع الوزارة اللي معنية. نختار صمش رسالة للنظام الجديد الراجين إن شاء الله وملنا فيه كبير وفي قطاعنا ملي جديد اللي وزيره جديد عنه في الحقيقة يالتو يطرح تساؤل عن هذه المشاريع العملاقة اللي زقلت فيهم موريتان ياسر من المليارات من خزينة العامة للدولة، مثلا المصيد 14 مليار بقمون انكك تنيدر، هذه المشاريع اللي كان قائم عليهم هذا الطاقم اللي موجود حاليا في وزارة الزراعة هو اللي معدل دراستهم وهو هو اللي كان باني الغبوب في بقمون يبات صهران كانوا يسقي بارسل واحد، وبقمون اليوم ما تقدر تعدل منه مخلوقة مولانا بارسل واحد لهي تسد بحاجيات قوت ولدها. هذا من مسؤول عنه، مسؤول عنه يور الرجال اليوم اللي ما زالوا في طاقم القطاع الزراعي نظروا ولا جوازير لا يحوزوا ويزربوا به يقولوا له عساك من فلان وعساك من فلان وعليك بفلان. يا الوزير يعرف عن هذا نوع من السياسة تفرق تسد وعنه يعدل من أجل محاباة وزير ومن أجل عن واحد منهم يحكم بلاسته وواحد منهم المصلحة العامة ما هي في هدفه ولا هم سول عنها، وفي مسؤولين عملوا على تفكيك مؤسسات للدولة وعملوا على خسارة المشاريع اللي أقلهم مسؤول فيه 6 مليارات من لوقية واليوماتية حالهم يكفي عن سؤالهم. هذا حد ما حاسبهم على الأقل ما يقبل رأيهم في دولة تلود عنها تحقق اكتفاء ذاتي. أنا مش رسالة ونطالب عن ذلك قالوا المزارع يارتو ينقبل بعين الاعتبار، يارتو يعود شريك حقيقي ويارتو ملي تخلق أيام تشاورية إلين يعرف المزارع منه، ذاك رجاج اللي لابس درعة المزارع هو ما هو مزارع يعدل بها همه، يارتو يفسخها ويعرف عنها ما تلدهر الاقتطاف ولا تلدهر العناوين ولا المحابات ولا اللي قالوا ذاك النوع من الأمور. المشاكلنا ما توفى الروافد والطيور والحاصدات على سبيل المثال نموذج، شوف هاي الدولة قبلت وقالت عنها عافية الحاصدات من الحقوق الجمركية، هذا من أجلش من أجل عن يعود عنده انعكاس على ذلك اللي قالوا المزارع. شخلك عاد رجل الأعمال يقبل ويجيب كمية من الحاصدات به اللي ما هم ديونهم ويصبح يقطع الهكتار 150,000 على مرأة من السلطات، ونقولها هون ونديرها بين قوسين على مرأة من السلطات. الليبرالية ما معناها الفوضى المطلقة ومدعفات حقوق جمركية ولها ما هم ديوان ولها قاطع فينيت ولها مأمن كوندكتور يحرك له آلية، ما يعود يقبض المواطن اللي صهران ومضحي ماله وبجهوده ويعود يقطع له 150,000 الهكتار. الهكتار اللي انقطع 150,000 ما تلفهم ربح، وندد هذو الأشخاص اللي يقبض واحد منهم ويقص دولة لمجاورتنا اللي هي السنغال ويجيب 40 حاصدة كشخص واحد ويحتكرها ويعود هو الناهي والآمر ويقطع 200,000، ونقولها مرة أخرى على مرأة من السلطات. يعني وأنا قاعد نمشي أبعد من ذاك اللي نقول عن السلطات اللي واجبها كانت عنها تحد وعنها توقف
ضد هذا النوع من الانتهازية. نقول عنها شريكة به اللي أنا شخصيا طرحت قضية على السلطات الإدارية المعنية في ولاية الترارزة، وكان فم تجاهل ممنهج وتصرميك، وهذا نعيشوه يوميا. مطالبين من اللي قالوا هذا القطاع اللي معني وهذا النظام الجديد عنه يعرف عن اللي قالوا المزارع قد ينتج اللي نعود موفرين له الآليات. الآليات تنقال لاش ما هو إلا الحصيدات وحدهم، موفرين له ظروف تأمين وتمويل وفك عزلة والمكافحة، وعلى الأقل لا تقطع حريته تعود فم حاصدة لا تقطع له بثمن مقبول معقول ما هي مبرتي يا صاحبها ورملي ما هي هالك المزارع والضحية. واضح اكتوشني. طبعا توقفت عند نقطة مهمة وهي التمويل، تمويل القطاع الزراعي. من رأى كان فم قاع تمويل للزراعة في موريتانيا والله فم يا غير موكافي لا بد من المبيل اللي ما خارج عمل قد يخرج بدون وسائل مادية. التمويل يكاد يكون معدوم خارج منه شيء يغير ما يمثل نسبة 50%. التمويل قد كان خارج هيا ردنا ذا للوراء شوي قطعات كان خارج القرض الزراعي وكان يقبل قدر من نسبة في المية تقريبا تعود 40-43%. وقط المزارعين ذمروا على ذا وقالوا عنه ما هو يالله يخرج وعنه يالله يخرج الشي قابوا بعين الاعتبار التمويلات كامل. وللأسف جاءت CDD وCDD عادت أن تنشح من القرض الزراعي. في القرض الزراعي كان مول المضخات ومول لزين تراه اللي هي المدخلات بصفة عامة، ومول عنده اللي قال له لون ترم وكور ترم، ومول المكان ومول الحمير. CDD حسب علمي من الساعة اللي جاءت ما قط مولت مضخة الحد قد على شابيتر اللي عندها قاع ما يكفي شيء من كامل حسب الله اللي عندها لا رقليل حتى بهي اللي مقاط مورة مضخة، والمضخة ما قد تخرج عليها دون مضخة، مقاط مورة تراكتير ما قد يخرج عمل دون تراكتير اللي يقلب الأرض، مقاط مورة حاصيدة ما قد يخرج عمل دون حاصيدة. تمول بشق الأنفس اللي جزء من اللي ينقال لزين تراكي وتعقر وصمار شوية من قصوار، وإذا تمول لك من النسبة هو حد الهكتار تكلفته على أقل تقدير 380,000 بس طول أمور يقعد ومتناول الناس ما يفهم الهكتار أقل تكلفة يعدى 380,000 رانا ناهيك عن اللي ينقال له استصلاحه اللي راكم عرشت عليه قبيل وذكرته عنه 170,000 في بعض الحالات الهكتار ويمشي إلى 370,000 طبعا مصدر بعض الوزارة فعلا جديدة. إذن التمويل قاع لما هو فيه في الوقت اللي كان يمول يخلق تمويل في حالة الأولى التمويل قاع مشطوب عليه والآليات مشطوب عليهم والمضخات مشطوب عليهم وتولي ذا اللي قالوا لا زين ترى القزوال والصماص وعنقري هذو الهكتار تكلفته الإجمالية على أقل تقدير 380,000 هي أكثر شيء تموله للمواطن إلى مولته له قرابة 180,000 إلى 190,000 الهكتار. هذا معناها أحد لا يدخلك في نفق مظلم ما قد تأخذ منه. يا الله كان عاد معك واحدة من ثنتين واحدة مول لك بصفة عامة والله مول لك منه 80% ولا 70% ومخليك أنت على جهودك الجانب الآخر، يا الله ما يقول لك أنا أعطيك 170,000 إلى 180 وفرع عليك تمول لي بها هكتار يكلف 380,000 معنا دخلك بنفق مظلم. تلابد لك من تقترض إذا أجبرت من لا تقترض عنده والله تدين والله تكذب والله ما تعدل المساحة كاملة، وهذا ما ينبغي وهذا كامل يرجع التغيير المزارع. أنا أتعجب من إداريين يتهربوا عن التعامل مع إحنا هذا ما قد حد يقول عنا مجانين ولا قد حد يقول عنا ما أننا ناضجين ومثالنا ياسرين وبالغين السن الرشد والقطاع واحدين فيه دون حالاتنا يعودها من نقاش معانا وتشخيص معانا القضايا اللي تهم المواطن بصفة عامة اللي عادنا رجالين فيها حقيقة واضح يقبل بعين الاعتبار والله يقبل السلطات العليا بعين الاعتبار والعدل ما هو واقع والله في بعض الاختلالات ننبه عليها مصر ما التمويل شحيح شحيح بدرجة يكاد يكون لا ما هو خارجته لا قد يقال ما هو خارج عاقب ذلك عنده من الشروط ومن التكاليف من الضمانات اللي موليات 90% من المزارع ما متوفر لها بدل المنبر مزلنا في إطار التمويل نبهه على ما خارج زراعة في العالم ما هي تمويل ولا يا الله مدة تخاد عن فاس زراعة ما قد تخلق بدون تمويل ودولتنا دائما دواء الدور الاكتفاء الذاتي ما تختار تصور أتسائل حالنا اللي حمل العاقبان واللي الحمل القادم عليها احنا ما يلا تمون يشتغل في ظلمة يا الله يشخص هذا شو مول منه شو مقبول منه في تمويل القرض اللي عندنا وش ما هو مقبول في طاو
إياك تعود واضحة أن الرؤية إلى عاد اللي هذا للمول حق 10% والله 20 والله 70 والله 80 ما يعود جينا مؤسسة وأنا مول 80% من الخارج ويعود العكس والصحيح عاد مول شيء 5 والله 6 يلا نعود عاد نطالبه من المنبر بتعديل لجنة من المزارعين والقائمين على الشأن على القطاع وتعود كل سنة بداية حملة نشخص المشاكل المطروحة على القطاع ونواكبه عشان نكملها ونواكبه وعند نهاية الحملة نشخص ما أنجزه وما لم ينجز ولماذا ما أنجزه إياك على أقل تقدير إدارتنا ووزارتنا الوصية تعود الرؤية واضحة عندها ما يعود المزارعين في واد يقولون إحنا كل شيء مضطرين منه ويعود الإداريين في واد ويقولون إحنا كل شيء معدلينه هذا ما لا يحصل منه شيء ويلا يعود العلم شعنه ونحن يا رب بأنفاسنا عن تمو في المحطة اللي ما اللي قد ينقى عنها اللي أمة كلما دخلت أمة لعنة أختها حتى يدركوا فيها جميعا داخل ميان عدوها للنار وهي الوضعين اختيروها طالبين من المنبر النظام الجديد والوزير الجديد والوزير الأول والرئيس يرفعوا عنا الظلم هذا الظلم نحن هذا ونقدوا ننتجوا ونقدوا نعيشوا في بلدنا ومواطنين يقدوا يعيشوا من موريتانيا كامل يقدوا يعيشوا مما بين من ضفة التلازة هاي وحدها يا غير هذا ما موضوع على اليوتو يا الله يخرص احنا قلنا نعجزوا به يعيطنا يخرج معنا نقاش وتقول ان الدوله الهام شنو ونقولها الطريقه اللي قد يتصلوا بها اذا عدنا احنا الكاذبين ان قال ان انتم ما قد يفتوها بالتزاماتكم ولا عاد السياسات كانت تعدل ما هي ناضجه والله فيها بعض من الاختيارات والله شيء تصلح ولا بسط لنا ما طاح تسمع ترى واضح طبعا هناك مشكل العلاقة ما بين المزارع والجهات الوصية وهي طبعاً إثارها الحصر وإثارها التوشني هناك طبعاً عدة مثلاً نقابات واتحاديات تتحدث عن مجال الزراعة في موريتانيا كيف يمكن تغييب المزارع وهو لديه إطار قانوني على الأقل يمكن أن يعبر من خلاله عن صوته على كل حال ما يخص الشطر الأول من سؤالك وهو تعامل الإدارة المحلية مع المزارعين بعد الحمد لله لي زمن في الزراعة ولا كلها ياكل متاح ومعدل كلها ياكل متاح ومعدل أهلي عنها ما الإداريين اللي في الولاية ما فيهم حد يحمل مسؤولية تعقيب المزارع مزارع تابع الوزارة قال وزارة الزراعة ما يخص الوالي والحاكم وياك عدلوا عملهم والشيوخ في عملهم واللي نعرف إلا أني عضو اللجنة الجوية للحملة الزراعية كل أسبوع تجمع والله أسبوعين تجمع ونتشخص واقع الزراعة وترفع به مذكرة واقع الزراعة مثلا بتجرد واقع الزراعة كامل اللي خالق من المشاكل واللي موجود من أنقري والموجود منه وتشخص وترفعه للجهات المعنية اللي يقيم المزارعين يلا عود الوزارة الوصية عليهم الوزارة الوصية عليهم هي اللي يلا تتعامل معهم وهي هي اللي يلا كيف قال لك الرئيس اكتوشني يلا تجابر معهم ويلا تشخص الواحد اللي في شنو وتخرص الواحد اللي في شنو هاي جزء من السؤال فهم جزء اخر اللي نضيفه انا ان احنا الهدف من الزراعه هو قال لك الهدف من المدور من الكره الجري الهدف من الزراعه هو الاكتفاء ذاتي ونعود ونقد نصدر الخارج ما ناكلوا نستقل وناكلوا ونصدر الخارج غير احنا اشكاليه فهم جزء من قال حسن قضيه الحاصدات الاليات لا بد منه واحنا 2008 كنا نقطب 18000 خرص 18000 الهكتار ينقطع بها والهكتار ذاك يمشي في المضاربات الى 150000 بالرقم الاداره السنه الماضيه حضرت محاوله جمعت الحاصدات كامله وجمعت المزارعين وحدت ما يتخطى حد 50000 يقير مباشرة الهكتار الواحد وهذا قاعد مشحف يغير بعد خلق عليه وفاق وحاولت يغير ملي فاثناء ذاك لا من جات اصحاب لا رقبه اصحاب من رقبه اصحاب صبحوا المضاربات ماشيين وصبحوا كلهم يقطعوا لانك انت في الحاجه وحيوانك لا يخسر وهذا لابد من الدوله تتدخل فيه احنا مطالبين بتوحيد سعر الحصاد وبتوحيد البذرات الحمير اللي قلبوا التراب يلا عود سعر موحد يلا عود سعر موحد وسعر الحصاد لان هذا هو اللي يدخل في اطار تكلفه الهكتار وتكلفه سعر كيل مارو اللي لا يشتري المستهلك اللي حاني يوكل انتاج وطني يقير انتاج وطني بسعر قد يشتري احنا ما شبه من جينا نعود السوق السنغال والسوق المالي وهذا قطعنا فقر منه يقير ماروهم يتم يندعم 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 الين يعود باش نباع رابح المزارع لكن باش نباع رابح احنا مارونا كيف قلت لك لانقري او عرشي ندوب للسعر المبيوع به اكثر البيور جايتنا مبيوعه بسعر هوك اللي سعر اخر قزوار ما عندنا اي شوف اهل الصيد عندهم قزوار ينباع المقزونري
والمعادن تازياسي تباع لكزونري كيف المزارع اللي ينتج شيء يتكل اللي متبارك مع حرب المصارين ما ينباع له غزوار لكزونري ينباع له بسعر بومب 280 هذا ما يقدر ينتج ما يقدر ينتج معناها يطيح لك كيل مارو ما تلي قد ينافس ما تلي قد ينافس معناها يلا فاصلين في التمويل وفاصلين في هذه المضاربات يدفع فاتورته وهي يدفع فاتورته المزارع والمستهلك المزارع والمستهلك وكيف هم اللي كيف ذم إشكالية سوّلت عنها الرأك توشني قضي تالي التمويل تمويل من المولو المزارع ما عنده شيء فقير والسددين مولو 100% هذا مولين ورجالة أهل المصانع هم المولين وغير المولين بدوبلة عشر مرات فضلت ما مزارقين بالحال يعطوا المزارعين ما بالمثنية كيل مارو لهين يشتروهم عندك أركب 60 وقية تفضل نعطوك 60 وقية فيه يا غير مين تقطع أفضار في شهرين كيل مارو 110,000 120 وقية معناها ربح 100% معناها للمزارع مخلي ضحية لوحدين يختاروا يربحوا توف يختاروا يربحوا جايين فوض في مرقين هذا يربحوا ومخاطرين مش يربحوا معناها أنهم طالبين الدولة مراجعة لآلية التمويل ومراجعة السعر مارو لين يعود منافس احنا ما نختاروا مارو عارع للمستهلك ولا نختاروا عارع للمواطن يقول نختاروا نعيشوا بكرم ونعيشوا بشرفاء هذا نقدر نفهمه من خلاله عن المزارع الميداني ما هو شيخ راسه إما يدفع فاتورة مضاربات المصانع حقبة والله يدفع فاتورة مضاربات الحاصدات الحاصدات والله الواقع اللي واجب اللي ما عنده اللي واجب والله اللي في مسألة أخرى المزارعين أكثريتهم يا الله انتموا رحموا عليهم أكثريتهم شاو رحمة الله عنا عليهم ومهلة ياسر منهم وضحاوا كلهم جاي لا كلهم جاي جاب ياسر من الأموال وتم يفتقر لين مرق والله مات لين برق مباشرة وهذا مرة ما اسمع ولا قد تنذكر ولا قد ضحى معناها إشارتك خسرت فكرتي شوي معناها أن المزارع فاصل في آلية التمويل وفاصل في آلية الحماية آلية التمويل الحماية حسين دورك بوقت إن شاء الله فاصل آلية التمويل فاصل في مراجعة آلية التمويل ومراجعة المشاريع الموجهة للزراعة تعود مشاريع موجهة حقيقة للزراعة حقيقة قيس الزراعة قيس الزراعة وقيس المزارع إياك يعود الإنتاج وطني ويالله يخلق لها تقويم عقب ذاك عقب كل حملة الحسد طبعا مشكلة التنظيم ما بين العلاقة بين المزارع والجهات الوصية وأيضا مشكلة التمويل شوفنا المزارع لا نرجع شوي كيف قلنا احنا ما عندنا نقابة والله ما عندنا نقابات هنا 3 نقابات إلى 4 وما معترف بهم حتى قاعدوا بعد من ذاك أهلهم معدلين مجاني أهل المخابس كم عندهم نقابة الذين قالوا للصيد كم عندهم نقابة الذين قالوا المنمين كم عندهم نقابة هذا القطاع الكبر مولانا محصور في دائرة واحدة عنده عنوانين الاتحادية الوطنية وما فيها واحد يفاصل بين 4 من الجيم والله من مار والله 4 بطارين بقياتهم ما يقسموهم عندهم عنوانين قالوا المجلس الأعلى للقطاع الزراعي معناته شنو عنها مختطفة وطالبوا عن الاختطاف يقعدوا المزارعين ويخلوا المزارعين ينتخبوا ذاك اللي قد يتكلم عنهم ذاك اللي عنده جرأة عنه قد يطرح حقائقهم ذاك اللي يؤمن بذلك قال القطاع الزراعي وخلوا مجال فني ما هو مسيس الزراعة تكتبتنا لا على معايير فنية ما فيها بوليتيك السياسة عندها اوقات حد لها حان إقبال سياسي حان اللي انتقل الانتخابات والله يجي الحزب السياسي يرفض شعاره احنا عندنا معايير فنية لولا عنه كنا وخلينا على معاييرنا الفنية الزراعة ما تخسر والعادلين يقوم واحد وتلي يطرح حقيقة الوزير ينقال له يخاله واحد من المعاونين يقول له هذا معارض والله هذا لا تسمع كلامه راه اسمع كلامك أكثر ما لك معارض وانت اللي ما لك معارض كلامك زقل الخزينة العامة مئات المليارات على حساب كاهن اللي ينقال له الموريتانيين بيجي للمشاريع هم اليوماتية ما فيهم حد ما في مشروع اليوم يقدوا عشا منه بقمون ما يقد حد اليوم يتعشى منه بارسل واحد ما يقد يعدل مطالبين عن يفتح باب للنقابات مطالبين عن الفوضى اللي عارمة اللي مقبوضة في القطاع الزراعي من عند حاصدات ومن عند تسعيرتهم ومن عند مجيبتهم عن تكون لجنة حقيقية لمتابعتهم وتقييمهم وتشخيصهم الإدارة ما نقدر يكون نحملوها جزء من الإدارة هي اللي تمثل جميع القطاعات الإدارة في الولاية والله الوالي في الولاية هو اللي يمثل اللي قالوا الدولة مختلف اللي قالوا جزته ومن الله يشكي حد يكون له معناته شنو عنا طالبين كمزارعين عن اللي نقيسوا مدى جهة معنية عنها هي اللي يارتها تحل وتنطرحوا عندها المشاكل
أنا تقبلهم بعين الاعتبار فعلا كانت إرادتي ساعة واجتمعوا هالمكان وأنا لا حد إنه عنوان وأنا ما خلقت فيه متابعة وأنا كنت عضو من اللجنة اللي ساعة متابعة قضية المكان وأنا شخصيا هو اللي طرحته وذرته يلين خلقت جماعة وأنا ما تابعت وخلق جماعة خلقت جماعة واحدة ذن قالوا مباني الولاية ومقط وكلت بجماعة أخرى معناته شنو عن هذا رواية ما هي متابعة أنا ما توصل لنتيجة نحن كمزارعين مطالبين وراح نقول مزارعين ترارزة ما في أحد ما هو مزارع ماني عالم اليوم بيطار في ترارزة ما هو مزارع يطار ونجر وجار طرفه ونعرف الناس ما في حد ما يمارس الزراعة بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة احنا ما حدنا نحن المدنيين ما في حد الإدارة مزارعة والعسكريين مزارعين والناس كاملة تزرع وإذا ما هو شيء ولا هو حرام وبعد مدة تعدل له وداخل ذي القطاع وتستثمر فيها عدد تعود ملي عندهم من الشجاعة تعود صديق فيه وتنقل حقائقه ويعود حد له ينقل حقائقه ما ينقل عن رجال موحق نختار نقول رسالة للوزير الجديد عنه يفتح بابه وعنه يفتح وذنيه وعنه يقبل الحقائق ويوزنها ما يقدر يحود حنا الودانا نعيشوا في الواقع يجينا وزير على سبيل المثال بعد 4 أشهر إلى 5 عندنا حزمة من المشاكل ورلين تلا يوقف واحد نور وموز المزارعين أو فقاه المزارعين ينقالوا عندك دقيقتين هذا يعرفوه ويشهد عليه الواقع دقيقتين يجي تحد فيها يقول يسلم يوفي السلام ولا لا دقيقتين ولا زدت على دقيقتين ولا عتقال هي تقول الحقائق ما لك لاي توحانة تقول دقيقة واحدة وارد قد تمضي 20 دقيقة تتكلم ما يقاطعك حد لعت واحد في خروجه والمجاملات هذا في الحقيقة يا رب نتخطوا عنه ونتخرجوا عنه ونعرفوا عنه ما يقدم هذا قطاع كبر مولانا وقطاع مهم وما هو قطاع مجاملات قطاع يا رب نعودوا نشجعوا عليه كموريتانيين استثمرنا وراهو لك الرافد من الامتصاص البطالة ما رافدوا شيء سوى شنو هون بوتيك يعود فيها 400 مليون وروقفتوا اثنين اليوم اللي تجبر لا 20 هكتار حارثة واحد تجبر عماله 6 و20 هكتار ما تكلف 12 مليون ولا 14 مليون عدل مقارنة بين 500 مليون وبوتيك وقفته 2 وعن 20 هكتار وقفته 6 عماله 6 مستفاد منه النقال ومنافر وذيك باطل تلقط مار ومصيرة به وموسم عنده ومستفاد منه مول البقرة ومول العنس معناته عن القطاع الزراعي قطاع ما خارج شيء يا تعود له يشجعوا ويدجلوا ونعطي لهم قيمة وينقال لهم هذا عدلتوا الله يجازيكم بالخير ونخلهم المجاملات وطالبين من المنبر أن يخلى بيننا نحن وروسنا إلي نقرب لروسنا ونعطوا الناس اللي تتكلم عنه لجرى بحكله لا راسه وما دمنا مختطفين من مدة هدف لا مصالح الشخصية أنا شاك على الزراعة لا يتم في الوضعية واضح لدينا المحور الأخير وهو التأمين الزراعي هل من تأمين زراعي في موريتانيا؟ لا التأمين الزراعي ما هو خالد وقد طالبنا به عدة مرات وبما أنها نشاط اقتصادي ومتعرض للكوارث يا الله تعود عندها هي حق شيء بالتأمين وقد طالبنا به وقد تقدمت بعض الحكومات الماضية في نقاش في المائك الوثيقة وعنه لا يخلق وهذا باختفت تماما ونطالبه من المنبر أنه يالت في يخلق شنو طبيعة التأمين الزراعة للدور التأمين المنتج والله التأمين المنتج التأمين نحن الساعة في النقاش اللي اطرحنا قلنا عن يالله يسانس خارج في تونس وخارج في المغرب وخارج في السنغال جزء منه ومشات الدولة أنذاك لجان ودارس وبحثوا عنه شافوه وعد الشكين عنه لا ما تكون ينفذ وتمين اختفى عنه فجأة اختير الصيفة يعود بها خارج تأمين به اللي وشوه متعرض كيف قولك الإخوة للطيور ومتعرض للفيضانات ومتعرض لنضوب المياه الماء يعود مهم خارج المول وهذا في الحق ياسم الكوارث اللي ما عنده تأمين انت متدين بالمال ما عند الآخرين ما عند البنوك ما عند الخصوصيين وما باحث عن صفة الفرد ما عندك تأمين عدة بلا معنى والتأمين قد يخرج مبالغ تندفع عنه وقد يخرج ويبحث عنه هذا هو التأمين ضروري وأساسي ونختاره يفعل بصيفة عجلان وملا ولا يخرج قطع شي من العجلية سوشنه ما عندنا مثل قدين أكثر منه لا يمولي شوية على اللورة نذكر عب كلبة قطع قارك ويد حسن ما يتعلق بك الحاصلات اللي خرج عنهم قدر من الكلام أو الحاصلات نضج منهم الشفاء آخر في السنوات الماضية ومتحمل الدولة منه 40% وغير اندار بصيفة ما قادرين المزارعين يستفادوا منه عاد ثمن الحاصدة وحمارها 50 مليون ويلا تندفع مباشرة كاش ما معقول عن مزارع عادي
يقدر يدفع 50 مليون كاش. هذه التسهيلات عادة الدولة تنازلت عن 30% و 40% من الخزينة العامة، وتنازلت عن الضريبة الجمركية، وتنازلت عن كثير من الضرائب كان الله يجبر من أي شيء للمواطن. شخلك عاد هذا اللي قد يقبل لا رجل ثيري عنده الفضة، وعادوا يقبلوهم أشخاص، يقبل اللي يقبل ثلاثة واللي يقبل أربعة يقبل خمسة، والمزارعين بقوا حاصرين، ما حد قد يقبل حاصيدة. كان ينبغي عن ميالهم باعولهم بالتقسيط كيف كان يخرب، ويعدل دز الشانس إما بتمويلات عن سددية والله عن قرض أخرى والله طريقة يعود يخربوا بها، ويعود الناس اللي تستفاد منهم وتم خلصهم في خلال سنة. قال له بسرنا يتحمل عنك من حاصيدة 70% و 30% يعطيها لك بنك على 7 سنوات. هاي من يعدل تنحد المشكلة، خاصة عنا في الأونة الأخيرة. واكتشف بعض من الحاصدات جاي من الهند هويين يلحقها 10 مليون و 15 مليون، بدل من نحن كانت الحاصدة عندنا اللي جاي من أوروبا ومن البرازيل يلحقوا 50 مليون إلى آخره. معناها عن اللي استفاد من كمل لك شوية فكرة، معناها عن اللي استفاد منهم استفاد. إحنا هدفنا واحد كامل في سنة من منا تكلم اللي استفاد منه هو لثرية تجبر واحد عند أربع حصلاته خمسة ويلحقهم كاملين في حريته، وما حد باقي له بارسل ما يرد السلام لبوه، ومنين تهيقطع عليك ما يقطعك ما هو بغل قيمي. وهذا ما ينبغي له. يلا نحن من ما مزارع مما ترح مدولته، المزارع مما ترح مدولتهم ولا يرحم رجل عمال. مطالبنا نحن أن يالله يخلق تمويل قابل بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج من ألفه إلى يائه، وعد بالنقاش مع المزارع وإنشاء لجان متابعة للأمور المشاريع اللي تخرج، ولا ننبهك شوي على مرد الخطة ما تطرقوا لها. احنا عندهم مجموعة من المشاريع العامة الكبار اللي بجايين في تمويل كبير عن طريق الدولة الموريتانية. هاو المشاريع اللا مشاريع وهمية اللا عبارة عن أموال مسخرة لأشخاص. كيفاش مثلا؟ كيف مشروع قالوا باريس، وكيف مشروع قالوا عدة مشاريع دولة نطيك أساميهم. هاو المشاريع اللي هم رجالة ويمشوا عنهم عدوا للاستصلاح التراب، وبعض منهم يشتري عنه يشتري شمال المواشي، هم جزء منهم هيبات وجزء منهم تمويل. وهذه المشاريع اللي هي بدأ للمستفيد منها يوم قاع عنهم معدين المجموعات القروية والفقراء. نحن يسوي هني قسوم يغير لي قسوم بصفة اللي يراهم منها ما يعود وقت بدأ نكمل هاي الفقرة. هاي أساسي هم عنهم معدين فقراء، فقراء ما يراهم ولا غنية مجاهم. كان ينبغي عنهم يعرضهم من شق بهم الروافد اللي هم مخصرين الزراعة في كل زمن، وهذا قاعد يستفاد من الناس كامل، ويعدلوا منهم الطرق ويعدلوا منهم الشمح مرموس. ما تعود تمشي تشري عنز بالفين وقية وتفكترها بخمسين الف وقية، وما تمشي تعدل تكبر 20 ملقاج وتوظف على حساب مشروع ويعود معهم عدل عمل ويعود لله يستفيد منه. يمضي 3 سنوات ينتظر لين يفعل المشروع قاع ما قلت استفادة. يلا تخلق لجنة ويعودوا في المزارعين ويعودوا يشاركوا وفي متابعة من بدايته إلى نهايته ونعرف شو عدل. ماذا عن التأمين الزراعي وما هي أبرز مطالب المزارعين اليوم؟ اختصار في دقيقتين فقط. غير اللي هنا رجع ما عندنا نظرة سوداوية فقط سوداوية عن قطاع الزراعة. الزراعة تطورت وزات ياسر، وهمشي الزات وهي السنوات العجاف. نحن زراعة في روسو في هرت مصانع للألبان، وذلك من الشهر الخامس من فضل الزراعة توكل الحشيش. هذا لا من فضل الزراعة، وفضل خيرها على موريتانيا، وفضل خيرها على، وهذا يا الله يثمن ويا الله نشكر. وفهم زراعة الأعلاف، يا الله عودهم زراعة الأعلاف، ويا الله زادية تمول، ويا الله تشجع، لأنها لا يعود خيرها كبير على موريتاني وخيرها كبير على زين. مطالبكم كمزارعين، مطالبنا في دقيقة، مطالبنا كمزارعين، مطالبنا كمزارعين فتنا حددناها هو تخفيض التكلفة والتمويل، تمويل تمويل كاملين، تمويل نقدم خلال ونحرضه، وتخفيض التكلفة وحماية إنتاجنا. راه هو الانتاج مين ما يحمى من الحدود، راه هو المار ورك في النعمه وفي سيلي بابي وفي قريب الغوار به اللي يلا المزارعين اشتركوا كامل وهذا موجود فيه. هذا هو هم، هذا هو هم انا هم الحسن. وثانيا ابرز مطالبكم كمزارعين لان الوقت بدا يداهمون. ابرز مطالبنا قالوا لك الخلطه، فك العزله، المكافحه، التمويل، مراقبه الحاصدات، مراقبه الوضعيه بصفه عامه، إشراك المزارع، افتتاح الأبواب بقلب مفتوح وبطريقة حضرية ديمقراطية. ونعرف ويالت نعرف عنه ما نمدايقين، ويالت تعرف القطاع المعني عن هذا اللي قالوا المزارع عنه الشريك خارق الواك انت اختار الشهرها عني قابل نغبة عن خارقة منظمة إقليمية تمول ياسر من الأموال الطائلة قالوا فادس عن هالحقها تتمروى من مزارع عنده تاريخ 10 سنوات أو 15 سنة في الخدمة وتعود تموله وكافيها من معطل الناس ما عنده علاقة بالقطاع. وهذا في الحقيقة لا نوع من ذلك المشاكل اللي ما نقدر نوفوه. نائب رئيس الاتحادية المكتب الجوي
يا غير جاي نتكلم براسي، ما تدمنتي الاتحادية، تدمن القيرة على الزراعة على واقع الزراعة، ونتحمل كلامي فيه، نتحمل كلامي اللي قايل متحمل، وأنا كشخص واقع الزراعة الموجود فيه والموجود، وطالبين النظام الجديد اللي ندوره من الخير وظاهر أن فيه لا الخير، أنه عدل لفت للزراعة ويشرك المزارعين فيه ويطور القطاع الزراعي والزراعة بخير وعلى خير، مين يعطيها الله تمويل ومين يحل مشاكل. أنا عندي مختصرة نختاره للنظام الجديد اللي مستبشرين بخير، أنه يعطي تعليمات للوزراء وفي كيفات إصدار كاملة عن الناس مكلفة أمورها، أن يرضي المزارع يعتبر ما هو عدو، يعتبر صديق وينقبل بالنظر الحقيقية وتشتد معه الأخبار وينشاف اللي مطلوب شنو اللي قدعه. قوس واحد، قوس واحد، رسالة للمزارع أنه يعطي يقوم الراسه وأنه يعطي يعرف حقيقته ويعطي يعرف عنه شيء ما عدله هو الراسه ما لا يتعدل له من دخرة، وأنه كافي من المحابات والمجاملات على حسابه. الناس اليوم في القوار 14 ميسوخة له 14 والروافد كامل بطلقة، وهذا في الحقيقة ما بمدر نتكلم عنه، وهذا معدلينه لا قيارة على ذا اللي قالوا قطاعنا. الوقت بدأ يدايمني، شكرا لكم أيضا، ونحن أيضا ننبه في تلفزيون الساحل أن كل الآراء التي صدرت هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي تلفزيون الساحل، طبعا تعبر عن أصحابها. شكرا لكم الحسن وللطالب الناطق الرسمي باسم اتحادية المزارعين على مستوى الإترارزة، شكرا لكم أكتوشني والحماد رئيس المكتب التنفيذي لمزارعي على مستوى أيضا ولاية ترارزة، شكرا لكم بالعمش والمعلوم نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة بترارزة، كنتم ضيوف معي في هذه الحلقة من برنامج على الساحل، ألتقيكم مشاهدين الكرام في حلقات قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.